من نقطة الجزاء يسجل الهدف الأول. هنا الإعادة، تدخل إبراهيم كومارا في المرة الأولى وإيمان حسوني في المرة الثانية لتصبح النتيجة هدف لصفر لمصعة الوداد. المدرب خوان كارلوس غاريدو والحديث مع هذه الزرق سيعود للفار للتأكد من صحة قراره، هل الهدف سيحتفظ بالهدف أم أنه الفار سيتدخل لإلغاء هدف الوداد في الكرة الأخيرة. هذا مش كان خطا من ابراهيم كومارا وكمان يتحاش، مش كان تدخل عادي زراق يتدخل. سنرى القرار النهائي. عادي زراق بالفعل يرفض الهدف ويقدر الخطا لمصلحه اتحاد طنجه.